حراك دولي وإقليمي تجاه ملف الهدنة الأممية في اليمن ومحاولة الضغط على الأطراف السياسية للقبول بتجديد الهدنة التي شارفت على الانتهاء وسط تعنت من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، سبل تجديد الهدنة الأممية. أهلا بكم. كثف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السيد هانس اتصالاته مع الأطراف دعما لتنفيذ جميع بنود الهدنة واستكشافا لفرص توسيع نطاقها وتمديد أجلها لما بعد 2 أغسطس القادم ولمدة 6 أشهر إضافية. وقال السيد هانس إن تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها ستزيد من الفوائد التي تعود على الشعب اليمني، كما ستوفر منصة لبناء مزيد من الثقة بين الأطراف اليمنية على حد وصفه. ورحبت الحكومة اليمنية بالبيان المشترك للمجموعة الخماسية بشأن اليمن والذي جددت من خلاله اللجنة الخماسية تأكيد التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، معربة عن القلق بشأن الأثر الإنساني الشديد لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز واستمرار الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام البحرية في البحر الأحمر وبالقرب من خزان صافر، داعية الحوثيين إلى فتح الطرق الرئيسية فورا وتحسين حرية حركة المدنيين. واصل مجلس القيادة الرئاسي مناقشة تطورات الأوضاع المحلية ومسار الهدنة الإنسانية والإصلاحات اللازمة في بعض القطاعات الخدمية، حيث استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى التقرير من عضو المجلس طارق صالح حول الأوضاع العسكرية والأمنية في جبهات الحديدة وتعز. وأشار التقرير إلى خروقات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، بما في ذلك الألغام الأرضية المحرمة دوليا وإغلاق الطرقات الحيوية لحركة المواطنين ونقل البضائع ومواصلة التحشيد العسكري إلى مناطق التماس مع القوات المسلحة. كما اطلع المجلس على تقريرين من محافظ البيضاء والجهات الأمنية حول الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في قرية خبزة المسالمة، بما في ذلك إحكام الحصار الخانق عليها ومنع الأهالي من الوصول إلى الخدمات الطبية والسلع الغذائية. ووجه الحكومة بالتدخل العاجل لإغاثة سكان القرية المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وفي الاجتماع استمع المجلس أيضا إلى تقرير حول الوضع الاقتصادي والمعيشي وأسعار الصرف والسلع الغذائية والاستهلاكية والمستوى التمويني للمشتقات النفطية والتوليد الكهربائي، وأقر عددا من الإجراءات لضبط واستقرار أسعار السلع والخدمات التموينية.
ولبحث مستجدات الهدنة الأممية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك كلا على حدة بالسفير الفرنسي والسفير البريطاني ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام وموقف الحوثيين اللا أخلاقي المتمثل في رفض رفع الحصار عن تعز وبقية المحافظات وتقويض الهدنة بقصف قرية خبزة في محافظة البيضاء. وعن موقف جماعة الحوثي الإرهابية قال رئيس الوفد المفاوض للجماعة الحوثية أن اتفاق الهدنة واضح ومعلن منذ البداية وأن أي تجديد للهدنة بعد 2 أغسطس لا يمثل الجماعة الحوثية. وكان جماعة الحوثي قد رفضت مقترح الهدنة الأممية للتمديد منذ بداية الإعلان عنه ومتواصلة في خروقاتها العسكرية وحصارها الغاشم على المدن الحدودية بين الجنوب والشمال. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا وزارة التربية والتعليم تعلن 7 أغسطس المقبل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد. محافظ المهرة يطلع على أضرار الأمطار والسيول بالغيضة ويوجه بسرعة إعادة فتح الطرق والخدمات المتضررة. أمين عام محلي حضرموت والوكيل الفني يتفقدان الأضرار التي لحقت بمنطقة العيون بمديرية غيلبة وزير جراء الأمطار. أهلا بكم من جديد. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد ركن طارق صالة على أهمية رفع وزارة الدفاع الجاهزية والكفاءة تحسبا لكل الاحتمالات وعدم السماح لميليشيا الحوثي الإرهابية باستغلال التزام الحكومة بالهدنة. وطلع النائب طارق صالح من وزارة الدفاع على طبيعة ونتائج الزيارات التفقدية التي قامت بها الوزارة للمحاور العسكرية في محافظات أبيان والضالع وتعز والساحل الغربي، مثمنا النجاحات التي حققتها وزارة الدفاع وتحققها في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني وأداته الحوثية، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود في التدريب والتأهيل المستمر لكافة التشكيلات القتالية. من جانبها عبرت وزارة الدفاع عن اعتزازها بالقوى المنظمة والمتماسكة في الساحل الغربي، منوهة بأن تجربة القوات المشتركة كاصطفاف وطني بقيادة موحدة وعمليات مشتركة تشكل نموذجا يحتذى به. أعلنت وزارة التربية والتعليم انطلاق العام الدراسي الجديد في 7 أغسطس المقبل في جميع المراحل الدراسية. وأوضحت الوزارة أن عملية القيد والتسجيل والانتقال في جميع المراحل الدراسية ستبدأ في 1 أغسطس المقبل. انطلاق الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد 7 أغسطس.
وشدد وزير التربية والتعليم طارق العقبري على ضرورة انتظام الإدارات المدرسية والحكومية والأهلية في مدارسهم في 31 يوليو الجاري للتهيئة للعام الدراسي الجديد، فيما يكون انتظام دوام هيئة التدريس في 2 أغسطس المقبل. وبحسب التقويم المدرسي ستجرى اختبارات النقل نهاية الفصل الدراسي الأول في 20 نوفمبر وبدء إجازة منتصف العام الدراسي في 4 ديسمبر، فيما تستأنف الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني في 12 ديسمبر وتنتهي في 8 مارس من العام المقبل، على أن تبدأ اختبارات النقل الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 مارس وتنطلق اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في 2 مايو من العام 2023. في محافظة المارا اطلع محافظ المحافظة محمد علي ياسر على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة والسيول في مديرية الغيضة، وتفقد محافظ المارا أحياء وشوارع المديرية وبعض الأودية التي تدفقت فيها السيول، مطلعا على حجم أضرار السيول في منطقة العبري ووادي فوري في الطرقات وأعمدة الكهرباء، موجها الجهات المعنية بسرعة إعادة فتح الطرقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد المحافظ بن ياسر أن السلطة المحلية تتابع الأوضاع أول بأول ولن تتوانى في اتخاذ المعالجات السريعة لإعادة فتح الطرق، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالخدمات. هذا وشهدت مديرية الغيضة وعدد من مديريات محافظة المهرة أمطارا غزيرة جراء الاضطراب المداري تدفقت على إثرها السيول من الأودية والشعاب. في محافظة شبوة قام محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير الإجراءات الأمنية في مدينة عتق مركز المحافظة، وطاف المحافظ بمختلف الشوارع الرئيسية مطلعا على مستوى الأمن والاستقرار وسير الأعمال الحكومية والتجارية والإنشائية في أسواق المدينة العامة، مؤكدا على سرعة استكمال تركيب كاميرات المراقبة وأهمية توزيعها وتغطيتها الشوارع الرئيسية وربطها بغرفة العمليات المشتركة. وشدد محافظ شبوة على أهمية عملية الانتشار والحملات التفتيشية والدوريات الأمنية والعسكرية للحد من التجاوزات وضبط حاملي السلاح المدنيين في المدينة وفقا لقرارات اللجنة الأمنية بهذا الخصوص. في الشأن الحضرمي، تفقد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمق بمعية الوكيل الفني المهندس أمين بارزيق حجم الأضرار التي لحقت بمديرية غيل باوزير جراء تأثيرات المنخفض الجوي وما صاحبه من أمطار غزيرة. وطلع الأمين العام والوكيل الفني على حجم الضرر الذي لحق بمنطقة العيون بمديرية غيل باوزير من الطرقات والجامع الكبير بالمنطقة، والذي تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بانهيار جزء من المسجد جراء تأثيرات الاضطراب المداري بشرق بحر العرب. كما تفقدوا أيضا خط المياه والأضرار التي لحقت به جراء السيول المتدفقة في أودية المنطقة، موجهين مدير عام المديرية ومؤسسة المياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق بسرعة معالجة الأضرار، رفع التقارير العاجلة بذلك للسلطة المحلية بالمحافظة. تمكن الفرق البحث والإنقاذ بقوات خفر السواحل بحضرموت من إنقاذ 5 أشخاص تعرضوا لحوادث غرق في اليوم 7 من موسم نجم البلدة السياحي. وأوضحت فرق البحث والإنقاذ أنها تمكنت من إنقاذ شاب من أبناء محافظة شبوة وشاب آخر من وادي عمد بحضرموت، إلى جانب إنقاذ حياة شاب من محافظة المحويت وآخر مغترب إثر تعرضهم لحوادث غرق في الساحل 60 بالمكلا، مشيرة إلى نقلهم إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج ورعاية الصحية اللازمة. كما باشرت فرق الإنقاذ والبحث من إسعاف امرأة مسنة إلى مستشفى ابن سينا تعرضت لشد عضلي أثناء الاغتسال في البحر، مبينة أن جميع من تم إنقاذهم بصحة جيدة وحالتهم مستقرة، مجددة دعوتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الاغتسال والالتزام باللوائح الإرشادية التحذيرية. شدد المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ أحمد باضروس توزيع منح التمكين الاقتصادي سبل العيش ل28 مستفيدة بالمكلا. وخلال التدشين طاف المدير باضروس على أقسام المساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمكلا، متعرفا على مهام الإخصائيين القانوني والنفسي وإدارة الحالة وقسم محوى الأمية وكذا الاستشارات الصحية وبقية الأقسام، مؤكدا على أهمية هذه الدورات التي تعزز فرص المرأة المستفيدة للانطلاق إلى سوق العمل والمساهمة في إعالة أسرهن.
هذا وعقدت الدورات في الخياطة والطبخ والكوافير بإجمالي استفادة منها 28 مستفيدة من النازحات والمجتمع. يواصل الفنان التشكيلي ابن مدينة غيلبة وزير أكرم باقي حزل صنع جملة من التحف الفنية التي تحاكي وتجسد المعالم التاريخية والتراثية بالمدينة، والتي تحولت إلى معرض يتوافد إليه الزوار لاقتناء وشراء المجسمات الفنية المعروضة، إلا أن هناك غياب رسمي بالاهتمام بمثل هذه المبادرات الفنية. الفن هو الإبداع في التعبير عن الحياة من خلال الرسم أو الأشغال اليدوية المختلفة. في مدينة غيليبة وزير يبدأ الفنان والرسام أكرم باك حيزل يومه على عتبات معمله البسيط المحتوي على العديد من الرسومات والأعمال التي صاغ تفاصيلها بجمل يديه منذ نعومة أظفاره، وهي هواية فنية اكتسبها من عائلته يعود أصلها إلى الفن. عملت هذا المعمل الثقافي الفنون التشكيلية اللي يجتمع فيها المواهب الجديدة اللي ما لاقت طريقها، كما عانيت أنا من فنانين تشكيلية، فكنت باب مفتوح لهذه المواهب. وطبعا يزورونا كثير من الفنانين التشكيليين في هذه البلاد والمنطقة، ونحن طبعا لأن المنطقة جات في ظروف صعبة وفي أوقات صعبة وتكاد تكون الأمور أشبه مستحيلة من الألوان الأدوات، فنحن نبذل جهد ولعل الله يتقبلوا مننا. بدأ الفنان أكرم باك حيزل مشواره الشخصي مع الفن بتكريس وقته لرسم تفاصيل الإنسان الدائم والصراع الذي يخوضه في سبيل ذلك، حيث ترجم باك حيزل مشاعره الفنية المنبثقة من الواقع من خلال لوحاته التي حملت الكثير من المعاني وشكلت العديد من الانطباعات البصرية الجاذبة، وتعكس تأثير الأرض والتاريخ والعادات والتقاليد على أعماله بشكل مبدع وخلاب. كان إنسان فنان مبدع من خلال رسومات المتواجدة على كل قاعات المدرسة الوسطى المركز الثقافي سابقا، مركز الفقيد مديحش حاليا، فهو إنسان مبدع من خلال الرسمات اللي وضعها على هذا المبنى، أيضا كتاباته، كل ما وضعه من لمسات فنية تعطي أنه إنسان صاحب إحساس مرهف. الاهتمام بمثل هذه المواهب من قبل الجهات المختصة تحتاج إلى بادرة طيبة في إنشاء المعارض والمتاحف لعرض مقتنياتهم ورسوماتهم الإبداعية والحفاظ عليها لأطول وقت من الزمان، إلا أن الجهات المعنية في سبات عميق. ختام النشرة إلى عناوينها: وزارة التربية والتعليم تعلن 7 أغسطس المقبل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد. محافظ المهرة يطلع على أضرار الأمطار والسيول بالغيضة ويوجه بسرعة إعادة فتح الطرق والخدمات المتضررة. أمين عام محلي حضرموت والوكيل الفني يتفقدان الأضرار التي لحقت بمنطقة العيون بمديرية غيلبة وزير جراء الأمطار. جمعة مباركة وإلى اللقاء.